مساء النور أعزائي المشاهدين، مرة أخرى صحف طركم ومرحبا بكم معنا في برنامجنا قصتي، عدد جديد، قصص جديدة. هذه المرة قصة من كل بيت، قصة من كل عائلة. قصصنا اليوم أو قصتنا اليوم السحر والشعوذة. هذه القصص اللي راح تكون منا وإلينا في بيوتنا راح نشوفوا مع الشيخ والضيف تاعنا الشيخ ناصر. مرحبا بك صحاب طارق. الله يبارك فيك، صحة رمضانكم. السلام عليكم. أول سؤال، هل هناك سحر وشعوذة في شهر رمضان؟ العقد ما فيش، لكن كاين ناس يعني اللي ممسوسين يبقوا ممسوسين في شهر رمضان. لكن الساحر إلا حب يعقد ولا يربط ولا يسحر ولا الناس تروح للساحر كي تصنع سحر، ما فيش عقد حتى ليلة 27، لأنه المرضى مصفدة مصداقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مرادة الشياطين. المرادة تصفد، المرادة هم الكبار نتاع الشياطين والأباليسة اللي يعبدوهم السحرة واللي يذبحوا لهم واللي يخدموا لهم وهما اللي يسكنوا يعني المصابين. الآن اللي عنده مس يبقى عنده مس، لكن تجديد وكذا ما فيش. لكن المس شيخنا، المس هذا اللي رانا نهضروا عليه، بما انهم راح يبقوا ممسوسين، يعني السحر يكون يعني يبقى موجود في رمضان، يكون ضعيف جدا. الفرصه نتاع المصاب بالسحر ولا بالعين ولا بالحاسد ولا بالمس في رمضان عنده فرصه ذهبيه. في شعبان قبل رمضان كان تجديد الاسحار، في رمضان يكون يعني يكون الانسان هذاك عنده يعني فرصة ذهبية في يده باش يبرى ببرامج، يقرأ القرآن، يختم القرآن، يدهن بالزيوت مثلا زيت الفيجل أو زيت زيتون معها المسك الأسود، يشرب الماء مرقي مع راه صايم. والشيطان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يجري في بنو آدم مجرى الدم. لما يكون الإنسان صايم يعني ما كاش لي فيتامين وكذا، يعني الدم ما تكونش دورة دموية قوية مثل ما راهو في الإفطار، يعني فطور صباح بعدين فطور يعني مع الزوال بعدين في العشاء، يعني ياكل في نهاية اليوم فقط. فرصة يعني للشفاء إن شاء الله. ان شاء الله. حبيت نسالك سؤال، رايك في الناس درك اللي راهم يقولوا بلي نقدروا نداويو السحر بالطاقه، علم الطاقه، وانه الجن طاقه سلبيه. الطاقه هذه اصلا طاقه، هذه شركيات، هذه الطاقه يعملوا بها الهنوده يعني علميا ودينيا. الطاقه هذه يعالجوا بها نتاع اليوغا وتاع كذا الروحانيات، هذوما العالم الاثيري، عالم غير مرئي يعالجوا بها. يعني هادو الهنديين يقول لك نعالجوا بالطاقه، هذا علم غيب ما يعني اصلا ما كاش منه. احنا نؤمنوا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا علم غيب. يعني يقول لك الطاقه، الانسان كاين هاله، يقول لك نغلق لك الهاله تاعك، نفتح لك الهاله تاعك. الطاقه هذه ما فيش، هاد كاين مرض عضوي وكاين مرض نفسي وكاين مرض روحي، ما كاش هذه الطاقه. والعلاج ايضا مرض عضوي يعني نتريتيوه نعالجوه، نعالجوا الكبده مباشرة، مريض الكبد نعالجوه، نعالجوا الرئة هذا مرض عضوي يعني العضو مباشرة مصاب، والمرض النفسي عنده طبيب نفسي، إما يعني طبيب نفسي ولا طبيب كتر، إما بسيكولوج أو بسيكياتر. وكاين المرض الروحي، المس، السحر، العين، الحسد، تلبس الإنسان بالجني. كاين سؤال شيخ، أنه اغلب الشعب الجزائري، وسمحوا لي على هذا الكلام لكن راح نهضروه يعني حقيقه، انهم كامل يقولون انا مسحورين وانا محسودين. نعم. يعني اسكو لهذه الدرجه، بما انك عندك مركز للمعالجه والرقيه، لهذه الدرجه انه كامل الناس راهي تجيك كاع راهي مسحوره وكامل راهي محسوده؟ فيه اللي عنده الهوس، فيه اللي عنده الوسواس القهري، وفيه اللي عنده انفصام شخصيه، وكاين اللي يعني خدا كما نقولوا صدمه، خدا شوك انسان يعني فاتوا، خاصه البنات سن الزواج. وكاين اللي يعني طلق بسبب يعني تافه، ربما يعني بسبب الزوج او الزوجه، يقول لك ربما عندي سحر. وايضا يعني فيه امراض يعني كثير امور، هما يروحوا للرقيه، هي مليح يروحوا للرقيه الشرعيه، يروحوا لكلام الله، يشخص، يجو يقول لك يا اخي انا عندي كذا وكذا، اظن انه عندي يعني عندي مس او عندي سحر او عندي عين او حسد. بعد يعني ما يسمع كلام الله، يسمع آية السحر، آية العين، آية الحسد، آية الفتح، يعني عند راقي مختص يظهر، قال الأخ أنت عندك مس أو عندك سحر أو عندك هوس فقط، عندك وسواس قهري، عندك انفصام شخصية، عندك صدمة. وهذه يعني حالة يعني تكون بعد ردة فعل تاعك.
لكن معليش راح نطرق لك من هذه الفكره تاعك يا شيخ على سؤال اخر. كاينين الناس يقول لك القران هو شفاء لكل داء، كل شيء، يعني مام هادو الامراض تقدر تداوي بالرقيه؟ نعم بالرقيه، ماشي لازم غير سحر لا ماشي غير القران علاج لكل شيء، فيه أوكي. خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه شفاء لكل شيء، شفاء لما في الصدور كما قال الله تعالى. كيف نعرفوا باللي هذا الانسان اللي هو قدامنا مسحور، ولا الانسان كيفاش يعرف روحه باللي راهو مسحور؟ يلقى عنده امور غير عاديه، مثلا مرض متكرر، يمرض مثلا الضيقه صدر، بعدين يريح مده، يعاود يمرض دوالي القدمين، يعاود يبرى منهم، يعاود مثلا غده الدرقيه القواتر، تعاود تروح الغده الدرقيه لانيمي، يعاود مرض غير حاله غير طبيعيه. ليكون لبيب يشك يقول ربما هذه عين اصابتني او عندي سحر تمريض. وهناك ايضا زوج وزوجه سنوات دون انجاب، 5 سنوات 10 سنوات، الزوجه ما عندها لا تكيس لا تليس، ما عندهاش يعني سبب مقنع كي لا يتم الانجاب. الزوج ايضا يعني ما عندوش ضعف في النطاف، ما عنده ولا شيء. طب يعني يبقى حاير، علامه استفهام. بعدين لما يجوا يرقوا نعرفوا انه عندهم سحر او يعني عندهم تعطيل او تعطيل انجاب، وفيه يعني حالات اكثر امراض يعني تعطيلات في الحياه، يعني اخي يقول كان نعمل عندي منزل عندي كل شيء، ما نقدرش لا استطيع اتزوج. يقول لك البنت فقط يعني الزواج ما نتزوج. وكاين بنت ايضا تقول لك انا نكون عادي يجوا للخطبه تاعي ليله الخميس او الجمعه نولي نصرخ ونكسر المنزل حتى نقول هذاك الاخ خلاص روح ما تجيش مع الاهل تاعك باش نريح. والاخ ايضا يقول لك كذا امور في المنزل، يعني زوج وزوجة تاعو يكونوا خارج المنزل ما شاء الله متفاهمين متحابين مع اولادهم، يدخلوا للمنزل هذاك على اتفه الاسباب المنزل هذاك يتكسر، تصرى حرب. الزوج يقول لك ندخل الغرفة تاعي انا والزوجة وكأنه راني نتخنق، يقول لك نخرج برا نحس روحي ايضا ما شاء الله. بعدين يعني اللي راهم يتبعوا الان كاين تطور كاين تكنولوجيا كاين وسائل الاعلام هذوما يشوف يتعلم يولي الزوجات تسمع انه يعني المس العاشق مثلا فيه تنوم اعتداءات، تلقى بقع في الجسد تاعها زروقه او تخباش ممكن شيطان حاسد او خادم سحر او عين او حاسد، يعني يلقاو رش في الدار، رش الجن الساحر هو اللي يرش لهم ما كانش اللي يكون في المنزل. مثلا يلقاو امام الباب تاعهم مرشوش الملح او سانوتش الحبه السوداء او الماء او فضالات نجاسات، يشكوا انه فيه ام ناس يرشوا لهم سحر. يلقاو قفل، كاين اللي يلقاو الصوره تاعهم يعني فيها قفل فيها جداول طلاسم، كاين اللي ينوم روحه يكون كل ما يكون راقد في المنام ينوم انه ياكل، يعني يصراو امور. كاين اللي ينوم روحه يطير، من يرى في المنامات الحيات ثعابين الكلاب، يعني احنا رانا ننشروا هذا العلم الشرعي، الناس ولا تعرف يقول له كذا عندك هذا ربما عندك هذا، ارقي روح عند رقي فلان انا او غيري، يرقي يقرا لك ما تيسر من القران وتكون رده فعل عادي. وناس يعني فتح لهم ربي بعد مرض مزمن، تعطيل الانجاب تعطيل الزواج محقمال شتات بين عائله، ناس لحقوا الطلاق الحمد لله. معليش الشيخ حبيت تقول لي على اغرب حاله جاتك. في حالات نتاسف عليهم ما نحبش نحكي عليهم لكن نحكي لكم. كاين مثلا اخت من العاصمه، هذه من اغرب الحالات، يعني هي كاين 2 حالات أو 3 حالات نحكي لكم عليهم. طفله صغيره رحمه الله عليها توفات على كل حال، اسمها اكرام، نعم من العاصمه الله يرحمها. هذه عندها حوالي 3 سنين كي كان فيروس كورونا، يعني كانت صعيبه، كان يعني بعد الزوال ثانيه بعد الزوال تغلق العاصمه، يعني كنت نروح لها صباحا ونولي بالسياره تاعي، يسكنوا في بيوت قصديريه يعني فقر مدقع. يعني الوالدة تاعها قالت لي بنتي عندها سرطان في العمود الفقري في النخاع الشوكي في المرحلة الأخيرة راح تتوفى. عام ونص ما مشاتش، كان في عمرها 16 سنة، الآن كون عايشة في عمرها 20 سنة الله يرحمها. بعدين دخلت لهذاك المنزل لقيت خوها ضيفوني كذا، بديت نقرا بديت نرقي لها، سألتها المنامات كذا الأعراض، ما تقدرش تهدر يعني ضعيفة في المرحلة الرابعة تاع السرطان رحمة الله عليها. بديت نقرا نرقي نرقي نرقي، صعدت فيها حيه سوداء، حنا في علم الرقيه اللي الرقاة الشرعيين متمكنين يعرفوا الحيه، حيه سوداء خادمه سحر، بدات تهضر بالعبريه، بعدين قريت ايات النطق وكذا تكلمت بالعربيه بلسان عربي عادي.
قالت لي انا يعني شيطانه ماسونيه وعملت لي الماسونيه، قالت لي انا راني هنا باش نقتل هذه البنت بسرطان سحر التمريض، والله شاهد على ما اقول. الله أكبر. قالت لي وانا يعني بعدين لما بديت نقرا تحل العقد سلاسل اغلى الاقفال تبطل العهود كذا، قالت لي انا ما قدرش نخرج لانه ابني راهو مربوط في هذا الام تاعها. ومن بعد الام بدات تضحك، قالت لي بنتي راهي تمثل. قلت لها الاخ تاعها قال لي المطلوب ما هو المطلوب؟ قلت له هذه الاخت اللي يعني طلبت من المرشده باش نجي لكم للمنزل بما انه سرطان انا نتنقل. قلت لها الاخت قعدي واسمعي الرقيه جلسي. قالت لي ما عندي ولا شيء وانا كذا ما عندي. قلت لها معليش جلسي. جلست قاعد نقرا يعني بديت نقرا الموروث المشترك وكذا منا. هذيك الحيه الشيطانه الكبيره الماسونيه قالت لي انه ابني في الوالده. بعدين الوالده طلع فيها جني ولات يعني تهدر وكانه صبي. ماما ماما سبحان الله قاعد اغرب حاله شفتها في حياتي. طلعت جنيه يعني ابن هذيك الشيطانه الكبيره مربوط في البنت. يعني لا يحرر هذاك الصبي اللي في الوالده حتى الوالده تقتل، لازم تقتل هذه البنت وهي مربوطه في العمود الفقري تاعها سبحان الله. سرطان النخاع الشوكي توفات الله يرحمها اكرام. لا اله الا الله. بعدين رقيت الكذا يعني وقع خروج وعملوا علامات يعني صرا تخبط بقوه كذا نص ساعه باش يعني فطنوا فقدوا الوعي الحمد لله خرجوا. بعدين لما فطنت الوالده ما صدقتش اخوها كان يصور فيها عملها فيديو اكرام والله الذي لا اله الا هو. رانا في شهر رمضان ناضت وقفت عنقتني عمو كذا والله الذي لا اله الا هو. عنقت الوالده تاعها فرحه يعني تزغريت الناس تبكي فرحوا جدا. يعني نعطي لك خلاصة لازم نقول هذا السر، هذا كان في قلبي وجات الفرصة لازم نقولها. هذه الأخت اللي عملوا لها السحر الأخوات نتاع الزوج تاعها يعني ما يحبوهاش، قالوا لها بما أنه خونا يحبك كذا قالوا له ما تزوجش بهذه، هي طبيبة في هذاك المستشفى في العاصمة. قالوا نديها تزوج بها جاب معها هذه إكرام علاش تصنع السحرة حسدا من عندي أنفسهم، هي طبيبة جراحة عملوا لها السحر عملت خطأ طبي هذيك الطبيبة قتلت واحد يعني شاب في عملية يعني ماشي لازم يموت خطأ طبي نحاولها يعني ولات متمارس الطب كلية أصبحت منظفة ولات فام دو ميناج سحر الدلة لا إله إلا الله والله الذي لا إله إلا هو ولات منظفة وهي شقراء يعني شعرها أصفر ركدة جميلة ذات يعني ما شاء الله ولا عندها البرص ولات يعني بشعة تخلع يعني ولات سمينه هي طويله يعني عندها ما شاء الله. واخوهم طلقها هو ما على بالوش انه مسحور وما يعني الحسد اللي في قلبهم ما بردش زادوا داروا البنت خوهم سحر سرطان علاش انتقاما من هذيك الاخت. خلاص طلقوها طلقتوها ودارت خطا طبي واصبحت منظفه ومن بعد اكرام مسكينه يعني برات والحمد لله. رحت انايا بعدين عاودوا جددوا لها السحر عاودوا داروا التجديد عندهم رقم الهاتف تاع الساحر هذاك وتركوا له الملابس كانوا يعني كي كانت معاهم في المنزل اخذوا الملابس تاعها الداخليه والفوطه هذيك تاع الدم تاع الوالده والصور وكذا قالوا له نرسلوا لك المال وجدد. يعني لما عرفوا انه العلاقه لاباس وزوج تاعها قالها انا خلاص نعاود نرجعك وكذا فاقوا انه يعني تم ابطال السحر عاودوا جددوا السحر. عادي عيطوا لي يعني اكرام كان دخلت مرحله تاع يعني سرطان والكورونا وما خلونيش ندخل للمستشفى يعني كان تحفظ كبير من الدولة. بعدين يعني زاد عليها الحال ربي يرحمها إن شاء الله. الله يرحمها ويسهل عليها. راح نسقسيك ثاني شيخ، كاينين الحالات كيروحوا عند الرقي يرقيهم يقولوا الحياة يعني المستعصية حتى الشيء اللي فيهم هذاك عندهم سنين وما يداوي وما كاين حتى حل ومن بعد يقول لهم كون نخرج نقتلها مثلا. وش رأيك في هذه الحالات؟ تهديد، هذا تهديد فقط، هذا تهديد أكيد ما كاش منها ما تصراش يعني في الحقيقة أنه يخرج الجن يقتل الإنسي الإنسان الوفاة تاعه ولا كاين حديث على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك الإنس والجن يموتون وكاين آيات يقول لك يعني أنه الموت هذه على كل مخلوق إلا الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون كلنا نموتوا واللي يقبض الأرواح ملك الموت ماشي الشيطان ولا الجني ولا الساحر. هذا يقين كي يكون عندك انت يقين تعيش مرتاح كيما الرزق اعطالك ربي احمد الله ما اعطالكش ربي اشكر الله هكذاك. هو لازم يلعب يعني على الاوتار هو يقول لك انا نخرج يموت هذا الانسان نخرج نديله عينيه ولا عمى نخرج هذه ما تزيدش يكون عندها انجاب
نخرج يحكموا سرطان. معليش اخرج وربي سبحانه وش مكتب بيكون. يعني كاين رقات يعني ما ربما خبره وكذا ما عندهمش، يخاف يقول له نخرج نقتل هو، نخرج راني نقتلها، نخرج تعمل، يقولوا لا لا وقعد بصح ما تاذيهاش، يقولوا انا مسلم ما نخرجش وكذا. يعني ما نامنوش لازم الجن، هذا من باب يعني التهديد، وكاين باب التحريض. وما يقدرش يضللك في التشخيص تاع الحاله كي تكون عندك حاله. الجن ما تامنوا ما تكذبوا كما الاسرائيليات، الجني ما تامنوا ما تكذبوا كما الرسول عليه الصلاه والسلام. جاني ابو هريره قال يا رسول الله راه جاني رجل سرق من، كان ابو هريره حارس مال بيت مال المسلمين، جاي سرق دراهم مسكوا ابو هريره، وبعدين قال له ما تزيدش تولي، قال له ما زيدش نولي باذن الله راني نسرق لاولادي. مره ثانيه قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا عاد، قالوا عاد، قالوا سيعود سيعود، يعني في الاخير كاع قال له اتركني، قال له ساعطيك يعني امر سري، قال له اذا اوى احدكم الى فراشه يقرا المعوذتين ايه الكرسي، يعني يمسح على نفسه لا يضره شيطان. قال الرسول عليه الصلاه والسلام صدقك وهو كاذوب، يعني الاصل تاع الجني كاذوب كذاب. قال له بصح في هذه صدقك، اذا اوى احدكم الى فراشه وقرا المعوذتين ولا ايه الكرسي ومسح على نفسه لا يقربه لا جني ولا شيطان، يبات ان شاء الله في ذمة الله ويصبح على ذلك. الأصل ما نصدقوهمش، ما نتعاملوش معاهم أصلا. وكاين آية قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون، ماشي يقولوا أعوذ بالله، يتعودوا يطلبوا منهم العون، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوا عياهم كتر. ما تطلب لا المعونة تاعو، ما تمنو ما كذا، حبي يفيدك قال لك اخي انا مسلم ولا انا كذا ما يهمنيش، يقول لك السحر موضوع في بلاصه فلانيه، تروح للبيت هذوك قال رجعوا الحصه القادمه، يروحوا الخزانه او يروحوا يعني لهذاك الكرسي يرفدوا يلقاو الابر، تلقى الصور تاعها تلقى كذا. كاين يعني اللي يستسلم، كاين اللي يقتنع، كاين اللي خلاص يخاف الله، كاين اللي يعني عيا، كاين اللي تعب من الرقيه، كاين اللي هذاك الانسان بذكر الله بقراءة القرآن بالمسح بالزيت زيتون مرقية بشرب الماء مرقي بالدعاء عند السجود تاعو تحرق تحطم هذاك الجن. يعني شاف كثير اللي خرجوا ولا ماتوا ولا تحرقوا، يقول لك خلاص أنا نبلغ أخي، يطلع أثناء الرقية يقول لك السحر موجود في المكان فلاني، فكوا السحر أوضعوا في ماء مرقي قرأوا على هذاك الماء فكوا حلوا العقد أنا نتحرر، أنا راني مربوط بهذاك السحر فقط. حبيت ثاني تطرح لنا اشكال السحر واصعبه. السحر كله صعب، السحر كله يعني اللي دار السحر، ما احنا في الجزائر نقولوا خاف اللي ما يخافش الله، صح نقولوا خاف ربي وخاف اللي ما يخافش ربي، خاف اللي ما يخافش ربي. دوك بما انه ساحر، السحر ما تكلمش عليه الله، قال ولا يفلح الساحر حيث اتى. وفي سوره البقره يعني في ايات طوال نعطي لك النهايه، قال ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اللي راح للساحر ما هضرش على السحر، اللي راح للسحر، اللي راح تعاطى السحر، اللي راح خد صورتك ولا الملابس تاعك ولا الاثر تاعك وراح للسحر قال له هديه طلقها، هديه عملها باش ما تنجبش، هديه باش ما تتزوجش، هديه باش تهرب من دارهم، هديه باش يولي خريج تاع سجون يولي ما يخرجش من السجن، هذا باش يولي مدمن مخدرات، هذا باش يولي مخنت، هذا باش يقتل مرته، هذا باش ينتحر. وفعلا ان اذن الله، قال الله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الى اذن الله يوقع هذاك الشيء ويكون سرطان وتموت وما يكونش انجاب، ما عندها ولا سبب طبي لا هي ولا زوجها، والله لن يكون انجاب. كاين واحد السؤال وهذا السؤال اللي راح نساله اعزائي المشاهدين، 30 ولا 40% من الناس يقولوه ومتأكدة، وهذا بالك لأول مرة يطرح هذا السؤال وراح يكون إن شاء الله مع الشيخ ناصر. كاين الناس يروحوا عند السحرة والمشعوذين ويقولوا باللي احنا جينا مثلا نديروا المحبة، كرهها راجلها باه يحبها، احنا ما جيناش نفسدو، ما جيناش نسحرو ولا نفسدو الديار ولا نطلقو، احنا جينا نردو بين الخاوة يولي يحب اختو، احنا جينا. واش رايك في هذه الفئه من الناس؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك من عقد ونفث فقد ساحر. والساحر الحد تاعو، الحد تاعو هذه لازم يسمعوها مليح، الساحر ان لم نقدر عليه، يعني الا هو قال انا تبت وتوقف ما عنده ولا شيء، لكن ان تم القبض عليه في دين الله، نتكلموا في دين الله، ضربه عنق يقطع راسه
لا يستتاب لا إله إلا الله أو طلق ناس لهذه الدرجة. بنات، في شرع الله الساحر يقطع رأسه، طلق عائلات، شرد عائلات، يتم أطفال يعني كانوا عايشين حياة عاديين أصبحوا يتامى، يعني بنات ولاو يديروا أمور ماشي تاعهم، بنات فاميليا، شباب يعني ما شاء الله ولاو يديروا أمور يعني إدمان على أمور ماشي تاعهم كاع، هو ما على بالوش أنه مسحورة، يعني كاين أمور سرطانات، ناس ماتوا، أورام يعني محقمال، دلة، إفلاس، أمور كبيرة وقعت بسبب هذا السحر. الناس هذوما اللي راهم يعني يقولوا أنه نروح للساحر ما عندي حاجة للإصلاح، للمحبة والإصلاح ساحر هدر الله في آية صريحة قال ولا يفلح الساحر، يعني الله أقر له هذا الشيء، ولا يفلح الساحر حيث أنت واحد الله قال له أنت لن تفلح، أنت تروح تطلب منه العون ما تقدرش تطلب منه العون، هذا بما أنه راح يعقد ويربط ويقول لك أعطي لي اسم أمه فلان ابن فلانة ويعمل الكتاب هذاك الحجة، لو فيه الخير ينفع نفسه ما يروحش يعمل هذا الحروز وكذا، تحب يعني تكون الدار تاعك فيها الخير وفيها كذا، اقرا القران، اترك القران، كاين تلفازه كاين كذا، اترك القران وضع ما اقرا عليه القران، رش بيتك، ربي اولادك على السنه، على قراءه القران، على الصلاه في وقتها، الطفله لما تبلغ دير الحجاب، الوالد والوالده ما تكونش بيناتهم مشاحنات، ما تكونش الخيانه، الاقارب يعني يخافوا ربي ما يعملوش هذه الاسحار، اللي يروح للساحر باش يحاول زعما يقول لك نصلح وندير والمحبه سحر سحر وكذا، سحر راح يكون يعني كل سحر معلومه، كل سحر عنده خادم، كل سحر عنده حارس، الخادم ولا الحارس الى دخل للمنزل ولا اخترق الجسد راح يكون اما تابعة اما عاشق، الى اصبح عاشق ما راحش يسلم في هذاك الجسد ما راحش يتركه، الى ولا عاشق لهذيك البنت ضاعت، الى ولات هذيك الشيطانه ولا الجنية عاشقه لهذاك الشاب اللي دخلت فيه ضاع، وايضا العمار في المنزل يعني يطغاو عليهم الماسونيين والنصارى، يعني يولي هذاك العائله تولي تعيش عذاب عظيم، يقول لك يعني جاي سعى ودرت سعى، جيت نصلح بيناتهم دخلت فيهم شياطين وابليس، حنا انس في عالم مرئي ما قدرناش نصلحوا، دوك يعني دخلوا الجن وش راح يصلحوا الجن؟ نسالك ثاني شيخ راح نبروفيتيو على قد ما نقدروا الاسئله تاع المشاهدين اللي ديجا عندنا ثلاث ايام من حطينا باللي كاينه حلقه تاع السحر في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بزاف اللي بعثوا لي انا شخصيا رسائل في الانستغرام. اسكو صح كي يتسحروا الزوج والزوجه وعندهم اطفال، اطفال يلحقهم هذاك السحر يتاذوا؟ يولي الموروث من الوالده، الوالده لما الصبي يعني الجنين يكون في بطن الوالده 9 شهور مثلا يتنفس من مع الوالده، هو راه في البطن يتنفس منها من الحبل السري من الماشيمه ويشرب الماء منها وياكل معها، يعني يتغذى منها، هو لما يتغذى منها الوالده هذيك تكون مسحوره فيها خادم سحر، يعني راه يعطل فيها او يطيح شعرها، ربما ريت تداوس مع الزوج تاعها، ربما طولت مده طويله باش تم الحمل، امور كبيره، هذاك الجني او هذاك الشيطان راهو في الجسد راح يؤذي هذاك الصبي، والشيطان كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام يجري في بنو ادم مجرى الدم، يعني راهو في هذاك الانسان، هذاك الصبي راه ولا عنده وش في الوالده، فيها عين، فيها سحر، فيها حسد، اصبح هذاك الطفل عنده سحر موروث من الوالده، لم يولد اصلا هو مسحور بالموروث ومعيون بالموروث ومحسود بالموروث، يعني وعند الخروج نتاعو ايضا راح تكون صعوبات، فيه كثير يعني هذا موضوع ثاني، يعني توحد وهذو اللي منغول يعني هذاك الحاله ما نعرفش قادر تكون ثاني نعم بالموروث اعاقات وامراض يعني كبيره، لازم الصبي نرقيوه، كاين اللي تجي تقول لك عندي ابني عنده توحد كذا يعني ترقيه، عندي ابني عنده امراض لانيمي اعاقه عنده كذا عنده فقر الدم عنده، نقولوا لهذاك الاب تاعها يا الاخ الابن دوك تاع عامين 3 سنين ما راحش يطلع فيه جن ويهدر كذا، جيب زوجة تاعك وتعال، يجيب الزوجه تجلس الزوجه ويجلس هذاك الصبي، بعدين نبداو نرقي ويطلعوا الخدام وكذا ويتكلموا انه كذا، فيهم من يتوب يعني ويطلب الصفحه يقول لك الله يتوب عليا وان شاء الله، بعدين نقنعوهم نقول لهم اصلحوا اصلحوا ما افسدتم، يقول لك نعم باذن الله نقدروا نديروا كذا، يقول لك يدهن هذا الولد بالزيت زيتون مرقيه في المكان الفلاني ويشرب فقط زيت زيتون يعني مرقيه قبل ما يرقد ويشرب ماء مرقيه، تجيبوا له ماء زمزم سبحان الله يولوا هما يعاونوا وتتحسن حالته، كاين اللي يتم شفائهم نهائيا. معليش شيخ، هل هناك فئه معينه ولا نقدروا نسالوا السؤال بطريقه اخرى، اكثر فئه معرضه للسحر نقدروا نصنفوا فئه معينه؟
السحر اصلا نزل يعني هذه في عجاله. السحر هذا نزل به ملكين من السماء كانوا يعني يتفاخروا على اهل السماء، كانوا يقولوا بلي حنا يعني ملائكه ما نعصيوش، وكانوا يقولوا انه بنو ادم هذوما خطائين، والقتل وكذا والزنا والحرام وشرب الخمر. يعني الله تعالى قال الملائكه هذو الاثنين اكو تشوفوهم انهم اتقى ملائكه، وضعوا فيهم النفس، يعني وضعوا فيهم النفس الشهوه، ونزلوا للارض. بعدين بعد ما نزلوا مباشره بداوا في العصيان وداروا كل محرمات، فربطوا في بابل في العراق، ربطوا من الارجل تاعهم. هادو في روايات في الصحيح وفي اسرائيليات ربطوا. بعدين هما ولوا يعلموا للناس السحر. الايه في سوره البقره: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لانه كان يقولوا الملك تاع سليمان كله يعني بالسحر. برأه الله، قال لهم الملك تاع سليمان ماشي بالسحر، الله هو اللي عطاه الملك. كي قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اصل السحر الشياطين هم اللي علموه للانس. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. يعني هادوما لما ولوا يعلموا الناس السحر انتشر السحر. اللي يتقرب للسحر ما راحش ينجح، مستحيل يكون يعني إنسان مفلح بالسحر. أنا بحضور الشيخ راح نقول حاجة لأعزائي المشاهدين، أني أنا واحدة من الناس اللي تعرضت للسحر، وعندي 8 سنوات وأنا أعاني عناء شديد وقهر كبير، ويعني أتأسف أني نقول هذا الشيء وبالدلائل، وخاصة يعني تعايشت مع أمري والواقع تاعي، درت كل شرقيت بون صلاتنا وفرائضنا لازم نديرهم هذه بدون هذه الأمور. لكن أكثر حاجة قهرتني، وعلى هذا راح نسألك هذا السؤال ونغتنم الفرصة مع المشاهدين، أنه في يوم من الأيام بعثوا لي صورة ابني في عمره 6 سنوات فيها طلاسم وفيها إبر، والصورة ما زالت عندي حتى لدرك، وما حبوش يجيبوا لي السحر. يعني كيف شفت درك السحر تاع ابني في عمره 6 أو 7 سنوات، ويعني حسبي الله ونعم الوكيل، لانه الطفل لا بيد ولا برجل، حابين تاديو ناس كبار اديونا حنا رانا هنا ولادنا علاه. لكن هل هناك حل؟ مثلا انا درك حاله بالنسبه للجزائريين، وعادي انني نكون حاله قدامكم وبالك تستفادوا معايا، بالك وحده فيكم ولا صرا لها كيما انا، وراح نحط لكم الصوره في مواقع التواصل الاجتماعي تشوفوها بعينكم. يعني مثلا واحد بعث لي شوفي صوره ولدك، هاي سحرتك وحده بتحطمك وبات باسكو ملي نجحتي في عملك ودرتي مهرجانات ودعيات تكسرك عيات تحطمت عيات، انا ندير شويه ركود في مهرجاناتي وفي تنظيماتي ومن بعد نعاود نوقف، ندير شويه ومن بعد نعاود نوقف. توصلت انها تأذي ولدي باه نتلهب ولدي وما نخدمش مثلا، إلا كان صح هذا اللي قاله لي السيد في الواتساب فعلاً، وعندي الدلائل وحطيت صح. ومن بعد بعثوا لي الصورة تاع ابني، صورة تاع طفل في عمره 7 سنوات، يعني قعدت 10 أيام وأنا بين الحقيقة والخيال. أنا والزوج تاعي دخلنا عمالك ديفو يقول لي بالك صح، ديفو يقول لي بالك رفضوا برك لا فوتو من الانستغرام ولا من الفيسبوك باه يخوفوك، بالك صح باه يلهيوك ماشي سحروه، باه صح تلهاي وما تخدميش بالك. ومن بعد وليت وكلت ربي سبحانه. لكن نغتنم الفرصه ونقول لك في هذه الحاله اسكو نرقيه برك؟ اسكو يكفي الصوره هذيك تشوفها وتعرف واش سحروه ولا واش داروا له، ولا كيفاش راح تكون الحاله تاعي انا؟ الصوره هذيك ارسلوها لك رساله في الواتساب. نعم. انت طبعيها الان، روحي للسيبر كافي يعني المكتبه هذيك، طبعي الصورة هذيك وفيها الإبر والمسامير وكذا الدبابيس، طبعيها خذيها. يعني الأصلية ما حبوش يعطوها لك أنت، يعني عادي عندهم صور أكثر، يعني الناس تنشر في الفيسبوك يقدروا ياخذوها من الفيسبوك، وعندهم اسم الوالدة، لأنه ما فيش سحر دون اسم الوالدة. يعني يقولوا فلان ابن فلانة، أنت الساحر تروح ليه تقول له حبيت نسحر هذا ولا هذه، يقول لك من والدته؟ أعطي لي اسم الوالدة، فلان بن فلانة. تقول ابوه اسمه طاهر او زكريا، يقول لك لا، ممكن هذا ابن زينه، ممكن ماشي هذا الوالد فعلا، بصح الوالده تاعو يعني اعطي لي الوالده لولداته. هي صح. هذه هي الصح، هذه علاش يقول لك الموروث؟ لما يعطي له هو هذاك الاسم يسحر هذا الابن، انت الابن تاعك وضعي دوك اناء
عمري فيه الماء، الى عندك شويه ماء زمزم، يا لو كان شويه قيس بوشون شويه قطره ماء زمزم، ولا ما فيش ماء زمزم ما فيش حرج ان شاء الله. الى وضعتي في هذاك الماء شويه ملح ما فيش مشكل، شويه سدر، شويه حلتيت، شويه حرمل، شويه فيجل او قليل من الحبه السوداء او القسط الهندي، او ما توضعي ولا شيء، وضعتي هادو ما ولا وحده من هادو ما فيش مشكل خير. ولا ما وضعتي ولا شيء، ما وضعتي لا ملح ولا اي شيء، قراي على هذاك الماء، دناي للماء الاناء الماء وقراي عليه الحمد لله رب العالمين، ونفتي داخله قراي معوذتين ايت كرسي، ولا تحفظي آية السحر، ولا تخرجيهم من النات من جوجل او يوتيوب، قراي ما تيسر من القران، ووضعي هذيك السوره في هذاك الاناء نهار او ثلاث ايام او خمس ايام او سبع ايام، بعدين خرجيها وخليها تجف تنشف وتحرقيها، وتقولي ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه يعني ان كانت صوره ولا ملابس ولا قماش، لكن ان كان يعني مسمار حجنت حديد يعني حاجه لا تحرق بعد ما يعني تبقى في الماء المرقي ندفنوها باذن الله. والطفل هذايا يعني ما استطعتي ست شهور سنه سنتين يشرب فقط الماء المرقي، يعني هذاك الماء المعدني اللي كنت تشربه في المنزل افتحيه لما تكوني تعملي في الطبخ، تنقي في الخضر، ولا عندك وقت يعني تقراي قران، ولا تعملي اي شيء، ولا جالسه وودعي القاروره نتاع الابن تاعك انت ايضا بما انه عندك اصابه وتقراي عليها القران، ويعني ذاتك لازم يدخلها غير الماء المرقي، وقاروره نتاع زيت زيتون مرقيه نحيلو كل ملابس كي يجي يرقد، وودعي شويه زيت زيتون ودهني كامل الجسد تاعو. هذا ما كان ما عرفش المنزل. راح نحكي حاله من عارفين راح تضحك ولا حتبكي. في يوم من الايام لقيت حرز في الكادر تاع الباب تاعي، واتصلنا براقي انا والزوج تاعي وقال له قرا ايات في قرعه ما وفسخوا حطوا في هذيك القرعه، ومنا حطيناه. انا تلمم يعني منبهره ومشوكيه واش صرا، اتصلت باحد الصديقات وقعد نحكي لها في الموضوع. بنتي الصغيره راحت عطشت راحت جابت لي القرعه، انا نهضر في التليفون حليت لها القرعه شربت منها وزدت شربت منها انا. هل زدنا اعصبنا بالسحر ولا اقسم بالله هكا صرات؟ لا عادي هو ما مرقي. عيطت للزوج تاعي نبكي، ايه عيطت للزوج تاعي نبكي، قلت له اني شربنا من الماء، شربنا من الماء تاعي تاع الماء هذاك انا والابنه تاعي. لن يضركم الا اذى باذن الله ما فيه والو. الماء هذاك مرقي عليه القران نورمالمون مرقي، ايه قريتوا عليه القران ودعتوا فيه الكتاب. ايه قرا عليه الزوج تاعي. لو كان فيه دم حيض كان ماء فيه قران وضعت فيه ماء حيض، ولا ذبح لغير الله كتاب حجاب وشربته فيه قرآن، قرآن يغلب كل ما كاش فوق الله، وليس وراء الله مولى، ولا ذكر الله أكبر. الحمد لله. نقدر نشوف أسئلة في هذا الموضوع ما راح يبرد قلب حتى واحد فينا، أو غير منتهية. وأنا راح نروح إن شاء الله عند الشيخ إن شاء الله للمركز إن شاء الله، مع أني أنا عييت يعني من هذا الأمر، لكن والله راح يعني وش راح نقول لك، راح ندير النية ونجي. لكن اخر سؤال اللي راهو معذب كاع الجزائريين ومداير لهم رعب هو الوخز بالابر، والفيديو اللي دار حاله تاعك في مواقع التواصل الاجتماعي وشفتك من خلاله. اعطيني رايك، لاني بين قوسين انا هذه الحاله شفتها في مصر عندي ثلاث سنوات. شاعت هذه الحاله في مصر عندي ثلاث سنوات بما اني نعمل معاهم بزاف فيديوهات بملايين المشاهدة، لحقتنا احنا هذا العام، يعني وش هي هذا السحر والواش يؤدي وش يديروا به؟ سحر الإبر هذا معروف، أنت قلتي أنه الإبن تاعك في الصورة وضعوا له الإبر روك، هذا الإبر للتمريض أو الموت، يعني فيها الدم، سحر أسود، هذه ثلاث أسحار مثل ما يعني تكلمت في الفيديو هذا اللي قلتي يعني انتشر بقوة، الإبر والدمية والدم. يعني اسحار هادو ثلاثه، سحر اليهود وسحر الفوضى وسحر الدم. يعني في المغرب العربي معروف سحر الدم، يعني يذبحوا كثير لغير الله هاد السحره والمشعوذين. السحر هذا يصنع للتمريض، لكن ما وقع في المدارس الجزائريه عنده عده تاويلات. الابر هادو لما كانوا يعملوا الابر ممكن يعني جهات مجهوله، انا قلت انه يعني بما انه اليهود هادو ما يعني راهم جاورونا، قلت ربما رانا مستهدفين من طرف اليهود لترويع المجتمع، يعني غلاء المعيشه والمشاكل الاقليميه اللي واقعه في الحدود زادوا عملوا لنا هادو الابر.
الشعب كله أصبح الإبر فيهم الإيدز، فيهم السيدة، فيهم فيروس الكبد الوبائي، فيهم كذا، الابن تاعي يروعوا في الشعب، روعوا النساء، كل نساءنا أصبحوا يتجاروا على أولادهم، عطمانية نديه، عطناش زوال نعود نرجعوا، على عشرة نقعد قدام المدرسة نعمل كذا. هي ربما الإبرة هذيك ما فيها ولا شيء، هذا أول تأويل، صح. إبرة فقط، ما هذا يعني ما فيها ولا شيء. ثانيا يعني تحكيني بعد الحالات اللي ماتوا توفوا، أنا جاي لهذوما. ثانيا الجلباب والحجاب والنقاب السترة، هما يعني اليهود معروف، يعني اليهود معروفين يستهدفوا يعني بمعاونة الخوانة المسلمين المنافقين والخوانة يستهدفوا الإسلام، يستهدفوا الحجاب تاع المرأة. أصبحوا يعني مظاهرات وقعوا للنساء جزائريات، أخ يمشي مع الزوجة تاعه وصبح يبكي، أخ مع الوالدة تاعه قال لك شافونا دراري مرأة غير محتجبة جزائرية، قتل الابن تاعها يعني علمانيين لي فرانكوفون، قتلوا تعال تعال احذر هاي دايره نقاب دوك دير لك البرا، شدته يماه بدات تبكي، قالت له يا وليدي انا طفل صغير واش ندير له البرا، وهي ما على بالهاش انه راهم شوهوا النقاب. اصبح وين يشوفوا مراه النساء كاع بالنقاب ولا يرفعوا النقاب. انا عندي صديقه بالمناسبه شيخ، عندي صديقه يماها مدير النقاب، دات وليدها خافت من هاد كي شافوها الدراري صحابو هربوا وعايروا وليدها في المدرسه باللي راهي مدايره نقاب وهي ما اللي دير الوخز بالابر. كاينه اللي في الشلف ولا معسكر رجموها، يعني دراري حوالي 40 طفل جراو موراها، عجوز يعني تبان يعني فقيره يعني محتاجه في الملابس تاعها، ظنوا انها. واش تنصح المشاهدين شيخ؟ واش تنصحهم في هذه الحاله؟ واش يديروا؟ الجلباب والحجاب وشرع لهذو غير ما يتناولهمش، يعني منذ هذاك الفيديو عملت الفيديو هذاك وتكلمت على الاسباب توقف كل شيء، توقف كل شيء في الجزائر. الحمد لله ما فيش لا الحمد لله تؤجر ان شاء الله، إن شاء الله. يا شيخ. وثالث حاجه اهم حاجه قلنا الاولى ترويع، ثانيه يستهدفوا يشوهوا الحجاب، ثالثه سحر. هذا يعني 90% هذا فعلا سحره، يعني ويسحروا ولاد ما يعرفوهمش مثلا، يعني عندهم هما لما هاد السحارين هادو مرضى، ساحر مريض، مريض نفسيا، صح. انسان اللي راهو يعني مسبل نفسه لجهنم، باع نفسه، قال لك انا سحر في النار، سحر لا ما عنده حتى امل، لا شفاعه ولا اي شيء. الساحر يوم يحاسب الله يوضع له كل الناس اللي سحرهم كلهم، اللي مات، اللي طلق، اللي انتحر، اللي ما تزوجش، اللي افلس، اللي يعني العائله اللي تشتتت، اليتامى، الاف والاف، واخذ اموال، وهذوك الاموال رزق عطاه له الله، هو اخذه بالحرام، كان نجم ياخذه بالحلال. كل هذوك الناس حيوقفوا له عند الله. واللي راحت للسحار وعملت عند راحت للسحار وجرات وكذا ايضا مع السحاره كلهم، يعني شكون يبقى الضحيه؟ المسحور. المسحور يعني خطوه كبيره لكل المسحورين، ابشروا جدا ان عندكم يعني خطوه كبيره في الجنه باذن الله. احتسبوا فقط، يحتسبوا فقط ويعيشوا واش كتب لهم الله. ما اصابك ما كان ليخطئك، وما اخطاك ما كان ليصيبك، ربي يكتب لك تصاب بالسحر والله وتروح وين تروح. شيخ وصلنا لنهاية الفقرة تاعك اللي كانت بزاف شيقة، وإن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب يعني تتوالى معك القعدات. لكن قبل ما نختمو حبيت سؤال أخير، واش تنصح الناس اليوم يشوفوا فيك على ليلة 27 اللي راحين يجددوا فيها وراحين يخرجوا فيها الشياطين اللي راهم مربوطين كما نقولوا، هل هناك نصيحة أو تحصين أو شيء؟ ليلة 27 ليلة القدر، معروفة أنه ليلة 27 قيام الليل ليلة القدر، نعم. علينا يعني نصوموا هذيك الليلة ونقرأ ما تيسر من القرآن، خاصة للي راهم المصابين. وفي المنزل واش نعملوا؟ نشروا عند البائع الأعشاب، نشروا يعني كمية قليلة، قيس 5000 بالجزائرية نقولوا 50 دينار، في جل أو سدرة أو قسط هندي أو حبة سودة، ونعملوا يعني هذاك الكانون البخارة هذيك، مبخارة ولا في المقلاة هذيك يعني، ونوضعوا شويه في المنزل في الليله هذيك بعد صلاه المغرب، نوضعوا نبخروا المنزل تاعنا، ونوضعوا يعني بخاخه في الشفاشه هذيك تاع ماء، نديروا داخلها قرعان تاع مسك اسود معروف عند بائع الاعشاب ولا اللي يبيعوا الاقميصه. والمسك الاسود هو نوع واحد باسكو كاينين مع هذو اللي يتاجروا، كاين الاوريجينال وكاين الكوبي. المسك الاسود الاصلي بالجزائري، احنا بالجزائريين نقولوا له يدير 600 مليون لتر، هو يتباع بالكيلو، ما كاش اصلي في الجزائر يعني، نادرا كيقولوا لي أني حاب يعني، هو أثر جد الأصلي مع الاصطناعي فارق كبير، كان يقول لي جيب لي الأصلي، يعني 100 غرام 60 مليون جزائرية، 10 غرامات 600 ملايين، يعني غرام واحد 600 ألف، يعني قارورة صغيرة حوالي 20 مليون، كان يقول لي يعني جهزها لي، نستطيع قادر عليها،
يعني اثر على المس العاشق كثير، مفهوم؟ هذا دو يعني انه وضعه احنا مسك اسود يعمل 20000 200 دينار رخيص اصطناعي لكن ياثر جدا. اوكي 70% مع الاصلي. لاحظت انه ماهوش يتاجر، كون جا واحد يقول اه انا عندي الاصلي الاخر ما بعته انا لهذا يعني بين قوسين كاين كثير كلام مور ظهري، يعني انا نعرف انسان يكون في المقدمه دائما يكون كلام مور طبعا خاصه من المشعوذين والرقات ويعني اللي يتاجروا صح. نعم انا في الفيديوهات تاعي في الفيسبوك تيك توك انستغرام تلقايني نعمل فيديوهات بشرح ممل، اشتروا مثل ما انا نهضر الان اشتروا ماشي اروحوا عندي يعني مجدلكم لا ما عنديش في المركز، انا اللي يجي المركز ما عندي والو، انا عندي القران وكلام الله والدعاء الماثور من القلب ان شاء الله والخبره تاع سنوات باش الانسان يبرى. ما نبيع لك ولا شيء، هذا تاع سلب مليون وخلطه بزوج ملايين وتشرب، هذا كله يعني سيحاسبون هاد الرقات المزيفين ولا الرقات اللي يسموا نفسهم ربانيين كاين او روحانيين نورانيين جلب الحبيب ارجع المطلقه، هادو كلهم دجاجيله اللي يبيع لك هدايا باثمان هادو ما كاش. انا نقول له روح لبائع الاعشاب ونكتب له يعني عارفوني الناس، نقول له اشري قصد هنديك هذا عندك يعني سحر ماكول تشري هالتيزانه وراني ننشرهم فيديوهات بالملايين، يعني لهذا استهدفوني الان. راهي اله اعلاميه كبيره في العالم العربي كله، قالوا لي راك فضحتنا عالميا، راك توري للناس يعني احنا واش نولوا نبيعوا كيفاش يكون البزنس تاعنا. دوك اللي نروح نبيع له عسل بزوج ملايين يقول لي شيخ ناصر اعمل فيديو العسل يدير 200000 وندير سنامكي والفجل والسدره داخله نشربه تجري كرشي 200000 ماشي زوج ملايين. انا اقرا عليه قران انت ما عندكش كرامه، قالوا لي يعني فيه يعني حرب في الخفاء خاصه مع الماسونيه دعونا بالستره وعليهم تبخير البيت ورش البيت بالماء هذاك اللي فيه مسك اسود، يعني كي نكونوا نرشوا نرفعوا الاذان ونتركوا سورة البقرة للكامل، يعني يدخل في اليوتيوب يعمل يكتب سورة البقرة مكررة يعمل تسجيل تاعها ويتركها يروح ينام يتركها في المنزل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال على سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطالة. البطالة فسروها تفسيرين كبار السحرة أو كبار المرادة. الدار اللي تقرا فيه البقره يعني احنا نروحوا نرقدوا ونخلوها الدور مكرره يكملها يعاود يقراها يعاود يقراها دارك باذن الله في امان. والابناء اللي عنده ابن مازال ما بلغش يقرا على يديه صباحا معوذتين مع النفث ونمسح على ابني، وكي يجي يرقد نقرا المعوذتين ونمفت ونمسح ونقول له اعيدك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، ولا ما نحفظش نقول له حصنتك بلا اله الا الله واشرب ماء مرقي وندهله بزيت زيتون مرقي. ونعم بالله. شكرا شكرا يعني شكرا جزيلا. حبيت برك نقول للناس وين يلقاوك، المركز تاعك وين؟ حاليا اني في العاصمه في خريسيه امام مركز الشرطه، مو في اليوتيوب وتيك توك انستغرام راح نحطوا في المقاطع تاع الشيخ على الانستغرام نجمه تي في، راح نحطوا رقم الهاتف ونحطوا لكم الانستغرام تاعو للتواصل معاه. شكرا جزيلا. تؤجر ان شاء الله شيخنا، وراح نزيدو نجيبوه على بالي بلي راح نزيدو نطلبوه في لي كومونتير في اتصالاتكم. نروحوا الفاصل ونواصل اعزائي المشاهدين. ورجعنا لكم مرة أخرى في فقرتنا اللي ديما نطريو بها الجو، باسكو في قصتي كاينين قصص اللي يبكيو وقصص اللي يفرحوا، كاينين قصص اللي يحفزوا، كاينين قصص اللي يوجعوا. للأسف هذه هي حياتنا، حلو ومر حتى يوفى العمر. ودركا في هذه الفقرة عندنا الحلويات، العيد قرب ما بقاش، رانا في العيد التنازلي تاع الشهر الكريم اللي ان شاء الله يكون جاز علينا كامل بالصحه والهنا ان شاء الله العقوبه العام الجاي في كما يقولوها في حضرنا في بيوتكم. دونك معنا مدام اميره اللي هي جاتو ايديليس اميره، الحمد لله بعثت لي ديجا ودرت لها في لي ستوري تاعي كولابوراسيون معاها وبعثت لي شبه السفره تاعها اللي كامل الناس تقساوني عليها ودارت بز معايا يعني شبح السفرة في الحكاية شبح السفرة اللي على بالكم بها. اهلا وسهلا وصحة فطوركم يا رانا. السلام عليكم صحة فطوركم. شكرا على الاستضافة. الحمد لله تلاقيت بك وكان عندي الشرف باش نتلاقى. شرف لي يا حبيبتي، مرحبا بك. الله يبارك، يعني فرحت لي الله يبارك صغيرة وام للطفلين وعندها بيبي
كما يقولوها مازال ديرها لا ليتمون والله يبارك. ما يعني ما فشلتيش ولا قلتي السنه يتكبر لي الطفله ولا الطفل اللي عندك ولا يعني الاراده من عند ربي سبحانه والتوفيق من عند ربي سبحانه ايضا الحمد لله هيك شغل موفقه بين التربيه والعمل والزوج يعاونك شويه لا الحمد لله باينه يعاون فيها بما انه جابها امور الفطور دونك اميره حبيت نسخسيك انت الجيغواز الجيغواز ودارت شبح صفراء اون ديغي قسنطينيه وعلى هذه قلت لها غير زيدي جيبيها لي باسكو شبح صفراء تاعنا حنوريها لكم باسكو صح لازم نوريها لكم الاصليه الاصليه ماشي بلا شابلير هذه ما تكونوا فري على بالكم ماشي حكايه بقلاوه هذه حكايه شبح صفراء درك كل مره ندير لكم حكايه على حاجه دونك كيفاش تعلمتيها بدرتيها انا نعرفها شوفي انا نشوفها كي شفتها حمراء بيان باينه بلي مقليه بيان كي زدت درتها عندي في الدار درت لاصوص اي تو جو سي با الا على بالك لاصوص تاعنا بلي نديروها بالبصله حنا شوفكم كيفاش طيبوا اللحم الحلو ديالكم لاصوص تاعها ديروها بالبصله واللحم وال شفت يعني الطريقه كيفاش جربتي تاعنا ولا تاعكم كي طيبيش بحس فرا جربت تاعنا يعني الحقيقه جربت تاعنا الحمد الحلو تاعنا انا يعني ما نستغناش عليه في طاوله رمضان ولكن ان شاء الله نجرب يعني اكيد ديريش بحث صفراء يعني راكي ديريها ما ديريهاش وحدها كي ديريها بالعين و بالعين والمشماش اه داكوغ باسكو حنايا نديروها وحدها ما نديروهاش اي نديروها وحدها دونك انا دركا مش بحث صفراء نروح ليك انتيا وكتاش بديتي هاد الخدمه اللي متقونه والله يبارك راني نشوف فيك حنانا الخدمه هذه بديتها في لاج 14 يعني من قبل ما تزوجي من قبل ما نتزوج كنت صغيره كنت نحب هالهوايه هي يعني بديتها كهوايه تعلمت بديت ندخل روحي في المطبخ نحب نتعلم بزاف امور اللي شاك فوا نحب نختار عن ندير اللمسه تاعي الخاصه يعني اللوسات هي بصح اللمسه تاعي دائما تكون خاصه داكوغ بصح تعلمتيها هوايه هذه من لي ريزو سوسيو باغ اكزومبل ولا كيما بكري كنا بلاجوندا ورقه وستيلو ولا يماك اصلا ولا وحده من العائله اللي كانت تخدم هذه الخدمه بيان وانت تعلمتيها يعني الشكر يعاود لزوجة خالي الله يبارك نحييها بال نشكرك والله العظيم يعني انا فرحت بهذه الهضره باسكو الناس يقولوا تعلمنا من ماما من اختي من جارتي من زوجة خالها وتزيد تشكرها درك يعني علمتني صنعة لي ما تفناش صح. علمتني حاجة لي ندعي لها بها بالخير صح إنسانة صح إنسانة ما شاء الله علمتني من قلبها دائما تقول لي عطاتك أسرار المهنة أسرار المهنة دائما تقول لي يا أميرة رواحي نعلمك رواحي في العطل رواحي بالتوفيق من الدراسة والتوفيق أيضا يعطيك الصحة تاع الحلم والدراسة راكي دارسة حتى عندي شهادة ليسونس في الحقوق شوفوا الله يبارك شوفوا حرات الجزائر مره ونص الله يبارك ما شاء الله خليك حنانه بالتاني نشوف منا يعني ما نبداوش بهادو باسكو انا هادو نموت عليهم اللي هما الكعكعات نموت عليهم والمحنشه اختي حنا ثاني نديروها في قسنطينه بصح باينه تشهي دونك ابداي لي من هي واش جبتي معاك جبت معايا تشارك العريان المعروف يعني عند مدام الجزائريين في بيان سور في العيد سورتو باسكو هادو الحلويات تاع وقت العيد درك نتوما العاصميين واش اللي لازم يكون عندكم في سينية تاع العيد تشارك العريان تشارك المسكر المقروط البقلاوه الغريبيه هادو وهذيك واش من ثاني هذيك كفته داكوغ درتيها جوغ تبان مودرن اوكي درتيها بالنقاش بلمسة عصرية بلمسة عصرية ما شاء الله قلتي لي وهذاك شنو بريستيج صابلي بريستيج ديري غير الحلوة ولا ديري لي سالي ديري ندير لي سالي ندير حلويات تخي بيان ما شاء الله واسكو بقات برك هواية ولا زدتي درستيها درتي دي فورماسيون ولا لا لا دي فورماسيون بصح مازال ما توسعش بزاف حبيت نبقى في هذه الهوايه شغل شوفي هي ما شاء الله خدمتك يعني صراحه ما تحتاجيش فورماسيون قولي لي درك على المحنشه كيفاش درتيها المحنشه درتها لوز وجوز درت كل هي تجيب الاصل تاعها ديول تاع المنزل
ما تجيش بالديول تاع داكوغ. ما تجيش بالديول تاع اندستريال منزل، ماشي تاع لي ساشي اللي تباع برا، تاع اللي تستخدم منزليه باش تكون سهله الصنع. اوكي، وتكون بنينه ثاني، تكون مقرمشه. اوكي، تبقى مقرمشه ماشي كيما الاخرى تطرى. واش درتي فيها لافاخس؟ لوز وجوز، درت بين كيلا لوز كيلا جوز و ودرتي لافا ومن بعد غسلتيها وغسلتها. اوكي، بصح هي عندكم في العاصمه تندار باللوز والجوز ولا باللوز برك؟ انت المره هذه خلطتي ولا كيفاش؟ يعني انا تعلمتيها هكا. تعلمتها هكا، بصح هي كل واحد كيفاش اذواق. هذا صح، يعني كاين اللي يحبها غير باللوز، كاين اللي يحبها لوز وجوز، كاين اللي يحبها غير بالجوز. صح، هي تختلف من منطقه الى اخرى كيفاش كيفاش يديروها. كاين اللي يقلوها، كاين اللي يقلوها، كاين كيما اللي يديروها في الكوشه. اوكي، فهمتك. كاين يقلوهاش، كاين يديروها في الكوشه. وهذه كيفاش مقليه؟ هذه مقليه. انا تجيني بنينه المقليه لا تاع الكوشه. دونك انا حبيت نسقسيك، عندك محل ولا حابه تحلي محل ولا؟ ان شاء الله راني متمنيه نحل محل يكون ان شاء الله باسمك. يعني ان شاء الله نطور، نزيد نطور حالتي. شوفي، من بين عندي بزاف ناس يبعثوا لي ندير معاهم دي كولابوراسيون، وناس بزاف على بالهم بيا بلي انا ندعم غراتويتمون ومن قلبي، ربي يشهد. مي لاحظت على لي غاتو تاعك والحوايج اللي بعثتي لي وشبح اللي بعثتيها لي بلي خدمتها متقونه ومن قلبك، باينه بلي كي تعبه على الحوايج. بعثتي لي الكنافه ثاني. كنافه درتي فيها المكسرات، درتي فيها النوتيلا. نوتيلا داكوغ، نوتيلا والبندق. الله يبارك. دونك اسكو في شهر رمضان الناس كومونداو عليك لي غاتو ولا نو غير المعسلات؟ كومونداو عليا لي غاتو في الختانه، اختتام في الحال. داكوغ. وثاني معسلات الكنافه، يعني دارت امباز. الله يبارك. بون، هي في الانستغرام تاعها غاتو ايديليس اميره هكا. راح نحط لكم رقم الهاتف، راح نحطوا الانستغرام في الكات تاع الحصه ان شاء الله. شكرا. في صفحه نجمه تي في. دونك انا حبيت نشكرك بزاف. شكرا. بزاف على اللي تعبتي، وعلى بالي بلي عندك بيبي وقلقت الميسيو وسامحونا. مي الرجل الجزائري يكبر في عيننا بزاف كي يعاون الزوجه تاعو ويكون سند ليها، والخير يعم على الجميع. يا اخي كي يدخل هو يعم عليكم كاع، وكي تدخلي انت لا ميم شوز. دونك حبيتك تعطينا كلمه اخيره ولا شكر لكاش واحد ولا واش حبيتي؟ الشكر الاول يولي ليك. يا ربي يخليك، صادفتيني يا عمري تعيشي، ويعني عطيتي لي فرصه باش نبين الحلويات تاعي. تستاهلي ان شاء الله المره الجايه تولي عندك حصه تعلمي فيها. ان شاء الله. وشكر ثاني يعني الزوج تاعي ثاني، هو اللي راه مساندني في هذه الحلويات، يعني مساندني بكثره. يعطيه الصحه والهنا. ثاني نشكره بزاف، ان شاء الله النجاح والنجاح. وقاعده تخدمي في خدمه حلاليه بيديك، وكونتخيغ راهي فخر انه الله يبارك زوجه موفقت له بين يعني ومنظمه نفسها بين المنزل والخدمه. وان شاء الله لي كوموند تربحي علينا وتولي ان شاء الله بالناس يعاونوك في لي كوموند ان شاء الله. وتشرفت بك، ونقول لكم هنا مشاهدينا الكرام نصل الى نهايه قصتنا اليوم او قصصنا اللي طرحناها لكم اليوم. شكرا جزيلا والى اللقاء.